أخبار اليوم. أقول للنادي الأهلي التعثر في بداية الموسم كان مفاجأة ولا يمشي في سياق مستوى الفريق زاخر بالنجوم، ولكن خطوات التصحيح المتلاحقة التي تلقاها الفريق تبعث على الأمل. أقول أن الأهلي قادم، وأنه في التحديات القادمة هنشوف أهلي مختلف، وأنه موسم بإذن الله ما يتكررش. ماذا عن آخر صفقات التي يجريها الكابتن عدلي القيعي؟ عدلي القيعي لا يجري صفقات، ولكن نادي الأهلي يجري صفقات، وأصحاب الحق وأصحاب الشأن هم الأحق أن يتحدثوا عن هذا الأمر، ولكني مطمئن أن كثير من الخير سوف يراه جماهير الأهلي في الأيام القادمة.